شاشات التلفزيون وأيضا اللي بيتابعونا من خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك أبي أم سات أو من خلال أيضا التيك توك. كل أحبائنا اللي مجمعين معنا دلوقتي في موعدنا الأسبوعي بنرحب بكم، وأنا عارفة أن كل شخص فيكم بيشاركنا الآن عارف مدى أهمية الحلقات دي، عشان كده مش عايزين نوصيكم أنك تعمل شير للحلقة وأنك أنت تتفاعل مع البث ومع التكست. بنرحب بيك وشكرا لكل متابعينا أينما كانوا في كل مكان. أيضا شكري للأخ شانس اللي هو ضيفنا المستديم في هذه الحلقات بشكل دائم. لو أخويا شانت موجود أنا برحب بي، أهلا وسهلا. طيب عموما إلى أن ينضم الأخ شانت معنا. قول بالتي خانتك وفضحتني، سلام المسيح لك. سلام المسيح أخويا شانت، أهلا بك وأهلا بكل متابعيك اللي بيتابعونا سواء في برنامج على الفضائية الأرامية، وأهلا بكل الشخص بيشارك وبيتفاعل معنا اليوم. الحلقة مهمة جدا مع أخونا الأخشانت اللي هو ضيف مستديم الحقيقة ومعد لهذه الحلقات الأسبوعية معكم. موضوع حلقتنا النهاردة اللي احنا نتناقش فيه هو خدعوك فقالوا. أنا بس إذا تسمحي لي أخت نوال، أنا راح أقفل بثي عشان هيك ما نقدر نطلع جيست، فأدخل لك من القناة، بس كل الإخوة اللي وياي يا ريت تكبسون مرتين على شاشة أخت نوال، كبسوا مرتين روحوا عدها علشان الكل ينقل، لأن أنا راح أسكر البث. يا على تمام على الـ NBNSAT. شكراً على كل يدخل على الـ NBNSAT وضيفوا القناة حتى لما تفتح القناة يجيكم الإشعار تروحون هناك في حلقتين بالأسبوع، حلقة برنامجي وحلقة برنامج الأخ كريم. تمام دي ملاحظة عظيمة أنا بشكرك بحييك عليه. أوكي أخويا شانت إحنا هنكون في انتظارك. كل يضيف الـ NBNSAT يا شباب، مسلم مسيحي كافر ملحد بوذي هندوسي مريخي مو مشكلة. طيب على أي حال العدد عندي 517 يا شباب، لازم تروحون هناك كبسوا مرتين وضيفوا قناة الآرامية الـ NBNSAT وادخلوا هناك تلاقون الصورة انعكست لأن راح أقفلهم. طيب أختنا أنا راح أقفل وأدخل لك من حسابي على البث نفسه عشان نقدر نطلع جيست. أوكي. تمام ثواني وهن وهن وي ويل سي يو سون. اوكي اخويا شانت اشكرك على النصيحه دي. واللي ما هذا بس اللي بعده عندي بالقناه حضر مشروبك وعض دشداشتك وركض وراي تعالوا للآرامية. شكرا لك الرب يباركك جاي لك انا مستني. يلا يا اخوان سلام المسيح تنتظر. بالتوقيت شرق أمريكا. إحنا بنرحب بكل متابعينا في كل مكان سواء بتابعنا من خلال البث هنا في الولايات المتحدة أو من خلال أي بلد من الشرق الأوسط. مهم جدا زي ما أعلن أخويا شانت إنكم تشاركونا في البث ده هو NBNSAT على التيك توك لو أنت بتابعنا. بنرحب بكل متابعينا الآن اللي بيتابعونا بالتأكيد على الفيسبوك وبالتأكيد طبعاً طيب بيقولوا لك الصوت واطي. الصوت واطي طيب أنا هحاول صوتك كذا ممكن. طيب أنا هحاول أرفع صوتي
على قد ما أقدر. شكرا للملاحظة دي، أشكركم. لو الصوت تمام، طيب شكرا جزيلا. الصوت تمام، أشكر كل شخص بيأكد للموضوع دوت. أنا بشكركم، تفاعلكم معنا مهم قوي، الحلقة مهمة جدا النهاردة. وزي ما قال الأخ شانت، لو كل شخص بيدخل الآن بيعمل شير الحلقة دي لكل المتابعين، لأنه إحنا عايشين في أيام فيها متغيرات حساسة جدا ودقيقة جدا، ومهم قوي إن إحنا بنكون متحدين حتى لو مختلفين في الرأي. بنختلف، ممكن بنختلف، لكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أنا بكرر شكري للأخ شانت اللي هو معد لمواضيع هذه الحلقات الحقيقة، وأنا بشكر كل المتابعين اللي بيتابعونا. وأنا بس حابة أكرر مرة تانية إنه البرنامج ده بيتذاع دايماً وباستمرار على شاشة الفضائية الأرامية وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى التيك توك في كل يوم ثلاث، اللي هو برنامج خدعوك فقالوا لك، كل يوم ثلاث الساعة 3 الظهر بتوقيت شرق أمريكا، تقريباً بيكون يعني فرق 7 ساعات من هذا التوقيت، يعني 10 مساءً توقيت بغداد أو توقيت القاهرة. أشكركم. موضوعنا النهاردة هام جداً، هو خدعوك فقالوا لك، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. هناك انطباعات كثيرة عند قراءة هذه العبارة، هذه الجملة، أو على سبيل الدقة هذه الآية اللي هيركز عليها النهاردة الأخ شانت. الانطباع اللي بياخده القارئ لهذه هذه الآية هو انطباع الحقيقة، في انطباع سلمي، انطباع يعطي شيء من الارتياح، انطباع يعطي انطباع يعني يعطي نوع من انه هناك حرية، هناك حرية اختيار، هناك نوع من السلم والسلام، ويعني التعايش السلمي ما بين الإنسانية كلها. طيب أنا هترك الآن، كفاية أنا اتكلمت كتير، وأشكرك مرة تانية أخويا شانت، منتظرين تعليقك، منتظرين كل الانبوت بالدليل والبرهان، سواء بتختلف معايا أو بتتفق مع الكلام اللي قلته في البداية. تفضل. يزيد فضلك. بداية، دائما القرآن تلاقين بعبارات يبدو أنه هي إيجابية، بس لما تدخلين على تفسيرها تلاقيها هي عبارات بالعكس، سلبية ومسيئة لفكر الله. مثلا يقول لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها. حلو، ليون جيد جدا، جميل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، حلو. بعدين تجيك الكلمة الشيطانية إلا. أوكي. إلا إيش؟ بالحق. طب شو الحق؟ هو الإسلام. طب والمو مسلم هذا تقتله ولا تخاف. فالمشكلة هون. أيضا اليوم المسلم لما نناقش ونقول له يا عمي الأرض على ظهر حوت، يعني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ما في آية يعني كلها شتايم وبلاوي وقتل، يقول لا 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 لا، وأنتوا جبرتوا الناس على الإسلام بالسيف، لا 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 لا، لكم دينكم ولي دين. بالأول أحب أقول كلمة، لكم دينكم ولي دين، هذه الآية منسوخة. كلمة منسوخة، في ناس بيفكرون مثلا منسوخة يعني معمول عليها كوبي، يعني أنا مثلاً في رسالة بكتبها لأخت نوال، فأنسخ عليها 3 نسخ، كل نسخة تشابه النسخة اللي حبعثها النوال. هذا الكلام اللي احنا نعرفه، لكن بالعلوم الإسلامية كلمة منسوخة يعني الآية هذه الله رجع بكلام،
الله قال معلش يا شباب، معلش لو سمحتوا أنا طلعت عيل. لا يا رب ما تقول كده، لا أنا طلعت عيل ورجعت بكلامي. فكون الله يرجع بكلامه هذه معضلة. طيب الآن مو الآية فقط لكم دينكم ولي دين منسوخة، لا الصورة كلها منسوخة، لأنه في آيات تقول إن الدين عند الله الإسلام. طيب لعد شلون لكم دينكم ولي دين؟ شلون إذا الدين عند الله الإسلام ومن لم يمت غير مسلم فلم يقبل منه؟ ما انت طمنتنا وقلت لنا انتوا حلوين واحنا فرحنا، قلنا خلاص اذا تفتحين سورة البقرة 62 راح تلاقين يقول الذين امنوا، يعني مين الذين امنوا؟ المسلمين. والذين هادوا يعني اليهود، والنصارى المسيحيين، والصابئين لا من يعمل عملا صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حلو، هاي البقرة 62 حلو، هذا جيد، آية جميلة، لكن الله أكبر رجع بكلامه. فأحب أنبه الأخ المسلم أساسا هذه مو بس الآية، الصورة كلها منسوخة. بعدين أصلاً هذه الصورة تسيء للإسلام ولشخص الله. ليش؟ بداية الصورة تقول قل يا أيها المسلم، لما تقول لي لهذه العبارة أقول لك لا لا لا، ما يصير تقول لا تأتوا الصلاة وبعدين لازم تكمل تقول وأنتم سكارى. طيب حلو، أقرأ الآيات القبلة والبعدية، الصورة كلها على بعضها ست آيات راح نقرأها. قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون. حلو، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أتوقف ليهم، هذه ثلاث آيات. القرآن شي يقول للكفار؟ يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون. طب الكافرون شو كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون أصنام أوثان، الكفار قريش أو أصنام وأوثان. زين، لا عبدوا ما، وكمان قيل عبدوا الشمس وقيل عبدوا القمر وقيل عبدوا الشجر ولا آخره، يعني كله غير عاقل، لا الشمس عدا عقل ولا القمر ولا أي شيء. زين، يقول لا عبدوا ما تعبدون. كلمة ما اسم إشارة بمعنى الذي لغير العاقل. بعدين شو يقول؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. أها كويس، هو إلهك مش عاقل؟ المفروض كان الآية تقول قل يا أيها الكافرون، الصورة يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون الذي يعبد، الذي اسم إشارة للعاقل. زين okay. تمام. فأساسا هذه الصورة مصيبة، يعني الصورة بحد ذاته اللي كتب هذه الصورة ساوى إله محمد بالأصنام الغير عاقلة، إله محمد غير عاقل، هذه مصيبة. بعدين يقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفس الكلمة ما تتكرر، لكم دينكم ولي دين. طيب حلو، ست آيات، هل لكم دينكم ولي دين الله بقى عند رأيه عليها؟ يعني لا، الله طلع عيل ورجع بكلام. في آية أطلع لكم الشاهد بتاعها يقول إن الدين عند الله الإسلام. أها، لعد أنت ما عشمت الناس بالحلق، خرموا دانه، قالوا الدين عند الله يعني لكم دين، يعني كله حلو كله كويس. لا، يقول الدين عند الله هو الإسلام. هلا نطلعها. طب
يعني أنت رجعت بكلامك والبقية فإذا لكم دينكم. إن الدين عند الله الإسلام، خليني أحط كلمة الإسلام لحالة ونشوف الشاهد وين. فإن الدين عند الله هو الإسلام، إذا لكم دينكم ولي دين. هذه منسوخ أو آل عمران 19، إن الدين عند الله الإسلام، هذا واحد. طب دي آية، دي آية مكية ولا آية مدنية؟ آل عمران مدنية. سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه. Okay. هذه واضحة. هم مال لكم دينكم واليدين وين راحت؟ بعدين خليني بس أكمل. يقول أتممت نعمتي عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني هو الدين الكويس. حتى المسلمين يطلعون الدين الإسلام هو الدين الأخير، وهو اللي قفل على كله، قفل المنهج تبع الامتحان التوجيهي خلاص. فرضيت زين. المهم هذا كله ما قاله القرآن. يطلع مسلم ويقول إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام خاتم الأديان، وما لكم دينكم ولي دين وين؟ منسوخ. طيب خلينا نشوف على الصعيد التطبيق العملي. العملي هل محمد شخصية؟ شوف انتبه علي، وأريد المشاهد ينتبه. هل محمد شخصيا طبق هذه المقولة، يعني لكم دينكم ولي دين، ولا أوكي. راح قتل وسلب ونهب وسفك الدماء؟ طيب في عندنا جدول أو الرسول أول ما صار نبي وأول ما بدأ يدعو 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 13 سنة ما عرف يجيب غير 72 واحد. حلو. ومعظمهم قرايبه، عمك خالك زوج أختك وهكذا، ابن عمه علي، عمه ما عرف مين، فلان مين فلان مين. طبعا عمه الحمزة يقال انه حتى عمره كله ما اسلم، وبالتالي هو كافر. وهذا كان المبرر لمخرج فيلم الرسالة الكاذب، انه يطلعوا بشكله بصورته يعني، بينما لا محمد ولا علي طلعوا بوجوههم او بقية ابطال الفيلم. المهم الان محمد عمل 29 غزوة. على فكرة كلمة غزوة ممكن المسلم يعني هو يعني غزوة زي مثلا سفرة عندنا بالعراقي، واحد يروح رحلة بالمدرسة. فاكر أيام زمان لما كنا صغار ماما تحط لنا الفرخة المشوية وشوية تفاح وموز وهي طالعين رحلة ونروح وننبسط. كلمة غزوة تعني أنه أنا رايح أغزو، رايح أغدر، رايح أفاجئ، رايح أقتل، رايح أسطو وأنهب وأسلب بأشياء هي ليست من حقي. هذه بحكي لك 29 غزوة غير الاغتيالات الشخصية تبعت محمد. يغزو إيه بقى؟ يغزو أنت بتقول ممتلكات وناس وأسرة وأرض؟ ما أي شيء، كل شيء مباح. يعني أنا رحت، ما هو من راح على بني قريظة هو قتلهم وقعد يعني ما أخذ كل شيء، المكان، قتل الرجال وأخذ النسوان نكحهم هو والصحابة، والأولاد باعهم جابوا بهم سلاح، والأولاد الصغيرة بقاهم عشان يكونون سيوف مستقبلية. هذا طفل عمره 6 سنين 7، شو بيتذكر من أمه وأبوه انقتلوا قدام عينه؟ ما الآن أولاد داعش اللي أولاد اليزيديات اليزيديين هم شباب الآن يرفعون السيوف وينادون بقتل كل ما هو يزيدي مسيحي غير مسلم، وهم أولاد يزيديين، هم أساسا يزيديين أطفال كانوا. لما أجى الإسلام قتل أهاليهم وأخذهم من عوائلهم زين. فهذا اللي يصير
بالإسلام. محمد عمل 38 اغتيال اللي أنا جمعته شخصيا. يعني أبو عفك يقول هذا محمد مو نبي يبعث له ناس يقتله، كذا يقول هذا مو نبي يبعث له ناس يقتله، ماشي؟ فبيقتل. حماسي أنت عندك واحد فلو وبدك تصعد على المايك، شو بدك تقول؟ تفضل نسمعك. وبصعد، ليش ما أصعد؟ وإني صعدت واحد فلو وصعدت. أنت تابع إله مشخوخ نزل من كوس، معقول إله ينزل من من أمك؟ أوكي، هو اسم والدته ذكر، مو مشكلة يا جماعة. اسم أمه أوكي، اسم أمك من حرفين مو مشكلة. طيب، هذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المسلمين، مو مشكلة. طيب الآن بس راح أعدد 29 غزوة شارك بها محمد شخصيا، يعني قتل وسلب ونهب. طبعا في غزوة أحد قتل بإيده ابن الجحمي، خلف ابن الجحمي. بالمناسبة مرة واحد شيء يقول لي يا أخي محمد يعني ما قتل. قلت له طيب، لما كان صدام حسين هو رئيس العراق ويصدر أمر بإعدام 100 شخص، في عندنا واحد اللي بيعدم الناس، في عندنا جهة تنفيذية يأخذون المتهم المحكوم يعلقوه بالحبل يشنقوه وينزلوه وإلى آخره. هلا مين اللي قتل اللي بيشنق الناس أو الهيئة اللي مشرفة على الإعدامات، ولا اللي صرح بالإعدام هو القاتل؟ صدام هو القاتل، تمام ولا لا؟ هو اللي أصدر يعني الأمر، هو اللي أصدر الأمر. أنت عارف أول، أو ما أنا بجيب مثال عشان المسلمين العراقيين وأكيد السوري راح يفهم شو قصدي. يعني مثلا حافظ أسد قصف حمص وحمر، حافظ أسد قبل 30 سنة أكثر قصف حمص وحمر بالمدفعية، الجنود هم اللي ضربوا بالمدفع، جنود مش هو. لكن مين اللي أمر بالقصف؟ هو اللي قتل، مظبوط ولا أنا غلطان؟ من أصدر الأمر، بالضبط، اللي بيده السلطة اللي يتكلم. فالرسول، خليني أعدد لك إياهم بسرعة. تخيلي بسبع سنين فقط من سنة 2 هجرية، يعني ما أن محمد وصل للمدينة ليثربه أو يثرب، وجمع له جيش من صعاليك مكة وصعاليك يثرب، بدأ يعمل حروب. أول غزوة غزوة الأبواء، بعدين بواط، بعدين العشيرة، بدر الأولى، بدر الكبرى، بني سليم، بني قنيقاع، السويق، ذي أمر، بحران، أحد، حمراء الأسد، بن النظير، ذات الرقاع، بدر الآخرة، دومة الجندل، بني المصطلق، الخندق، بني قريظة، بني لحيان، ذي قرد أو ذو قرد، الحديبية، خيبر، عمرة القضاء، مؤتة، فتح مكة. طبعا هذه مو فتح، هي غزوة، المهم لأنه كان عهدهم 10 سنين صلح، بالسنة الثانية هجم ونقض المواثيق، زي ما عمل ياسر عرفات، زي ما عملت حماس قبل كم يوم. هي كسرت الاتفاقية كذا مرة، بس قبل كم يوم دخلوا وقتلوا مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء، وأخذوا رهائن، لأنه ما أقدر أقول عليهم أسرى، لأن الأسير يكون عسكري محارب، أما هذول مدنيين عاديين، ناس قاعد ببيته ما شايل سلاح، ما عنده سلاح، دخلوا على الفلسطينيين قتلوا من قتلوا وأخذوا وهرب واختطفوا من اختطفوا. المهم فتح مكة، حنين أو حنين، كيفك شكلي ونقطي، الطائف وتبوك. تبوك اللي قال بيها محمد اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، رسول يوعد الناس بالنسوان. أنا ما أريد أقول الكلمة
لأنه أخلاقي ما تسمح لي. فمين هذول بنات الأصفر؟ نعم، سورة التوبة 49، سبب نزول سورة التوبة 49. أنا قلت هذا الكلام، إذا في أي أخ مسلم يحب يطلع يناقشنا إحنا حاضري، ما عندنا مشكلة. طيب أخوي شانت، بس أنا بشكرك لأجل الطرح ده، وإحنا بنرحب زي ما قال الأخ شانت بأي شخص حابب يدخل يتحاور، سواء بيتفق أو بيختلف مع الأخ شانت في اللي قاله. طيب أنت عندك مداخلة الآن؟ من تكساس. أوكي، السلام عليكم. وعليكم مرحب. السلام أخي، أنا لحق التو ما فهمتش شنو الموضوع اللي باش الندوة تدوي عليه، حقت في الأخ ما ثبتش على الحوار تاعك. طب ليش رفعت إيدك يعني إذا ما لحقت؟ حبيت نتكلم، بنتكلم بالآية لكم دينكم ولي دين، تعرف الآية هذه؟ نعم نعم، هذه قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم دينهم ولي ديني. لا، مش قول الرسول، هذا قول الله أكبر، هو القرآن، هو القرآن. محمد قالوا ولا الله أكبر قالوا؟ الله، القرآن ينطق به محمد عليه الصلاة والسلام. مين اللي قاله محمد نطق به؟ من وين أخذ القرآن محمد؟ الله. فكرت من النت ولا من جوجل ولا؟ طيب لا لا، إذا ماشي. طيب لكم دينكم ولي دين، ممكن تشرح لنا يا لكم دينكم ولي ديني؟ أنتم عندكم دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود، وكان من عنده مثلا زي الحين نقول فلوسه ولا حاجة، من أكثر الحاجات اللي تسفها قد اليهود، وتعامل مع اليهود. ما قال لهم، قال إن إحنا لكم دينكم ولي ديني، ما حبوش يتهدوا، ما حبوش يخشوا الإسلام، قالوا لكم دينكم ولي ديني. حلو، يعني محمد بعدين ما راح قتل حدا؟ ما راح قتل حدا. مين اللي لحق وراء قافلة أبو سفيان؟ اللي لحق بالقافلة أبو سفيان؟ والله شوف حبيبي، أنا مش متفقه ياسر ياسر. ما عرفت كيف؟ أما غزوة بدر كيف صارت؟ هو ذهب حتى يغزو ويقطع الطريق على قافلة أبو سفيان، فأبو سفيان محمد راح على أبو سفيان وانتظرهم على الطريق الزراعي، أما أبو سفيان أخذ طريق النصر سالم وهرب بعيد عن شو اسمه، غير الطريق وهرب. حبيبي، أنا حاب أسألك سؤال باحترام، ليش أنا عندي مدة نتبع فيك ونشبح في البث بتاعك، ليش كلامك كله أخي إحنا الآية لكم دينكم ولي دين، هل تعرف أن الله أكبر رجع بكلامه بها؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لا ما بعرف. الله سبحانه وتعالى ولا نزل على محمد لأن لكم دينكم ولي دين. يعني ما بتعرف منسوخة؟ نعم، مش الله رجع بكلامه؟ ما برجع الله بكلامه. الله لما يقول كلام عند الله لا يقول لا لا يا زلمة، الله عندما يقول كن فيكن. انت حبيبي طيب انت حبيبي. اسمع، ان الدين عند الله ايش؟ ان الدين عند الله ايش؟ آية قرآنية حبيبي. شوف انت يا أخي، كل كلامك على دين ايش؟ ليش بسمعنا احنا شو تفهم انت من دينكم؟ شو حبيبي انت حاب كان دين؟ موضوعنا عن آية قرآنية لكم. لو مالك ومال القرآن وين راح هذا؟ هو على ما يبدو هناك يعني جزئية كل مدى بتتضح أخشانت، لأنه كمان يعني زي الأخ اللي كان معانا دلوقتي اللي هو تكساس، في أخ كمان تاني أحمد كردستاني لو أنا قريت الاسم صح، بيقول لك شانت بيخترع من عنده. طيب إحنا معانا حسن. نعم حسن اتفضل. كيفك أخ شان؟ أهلا وسهلا بالجميع. أهلا حبيبي. كيفك حبيبي حسن؟ أهلا بك. يا هلا، تفضل أخ حسن. أنا في عندي إثبات على إنه الله توفى أيضا. الإثبات بيقول إنه وصنعتك لنفسي،
في آيات كثيرة بيتكلم وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فكتير وكمان قال لموسى واصطنعتك لنفسي. نعم بعدين بيجيب آية كل نفس ذائقة الموت يعني ويحذركم الله نفسه يحذركم الله نفسه يعني الله طبعا ويحذركم الله نفسه. في كتير آيات على فكرة ذاكر انه هو نفس والنفس هو من التنفس. طب بخصوص الآية هذه اللي احنا نحكي بها يا أخ حسن بخصوص عشان موضوع الحلقة قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لما بيطلع مسلم بيقول لك الدين عند الله الإسلام يعني هو في دين واحد ما في غيره بعدين بهاي الآية بيناقض بيقول في دينين أو أكثر من دين نعم يعني التناقض واضح جدا أنه بالبداية أنت عم تنفي الأديان بأجملها ما في دين أبدا على الإطلاق نحن الدين الواحد الموحد بعدين بترجع بتعترف بأديان أخرى وبتسمح لها أن تمارس هذه الطقوس على أنها هي ديانة وأصحاب هذه الديانة لهم حرية أن يمارسوها. هذا من غباء الإله بهذه الآية. كيف تنفي وتثبت بموجود أو بغير يعني ينفي غير موجود يثبت بموجود يعني كمثال هل نستطيع اليوم أن ننفي الديانة البوذية؟ لا نستطيع. هي الديانة الواقعية واقعيا الديانة البوذية هي موجودة ولكن غيبيا أنا لا أؤمن بها لأنه أنا بالنسبة لي لا ليس مؤمن ولكن هي موجودة إن قبلتها أو لم أقبلها هي موجودة على أرض الواقع. كذلك لما كانوا يعبدوا الأصنام هذه ديانة إن قبلها أو لم يقبلها هي ديانة. فهو نفى وأثبت بموجود وبغير موجود. يعني كمثال المسيح يقول أنا الرب إلهك. فالرب هو يختلف تماما عن الإله. الإله يأتي من الأسفل إلى الأعلى والرب من الأعلى إلى الأسفل. يعني عندما أنا أؤله شيء ممكن أؤله صنم أؤله أي شيء ولكن الرب هو ربي ورب كل الناس شاء من شاء وأبى من أبى حتى ولو لم أؤمن به فهو ربي. الرب هو يعني شيء من الربوبية من الترباية يعني الأب هو الرب هو الذي نعم. ربي صح. فهذا السبب يقول أبانا الذي في السماء أما إلهنا الذي لا تصلح لأنه يوجد آلهة كثيرة. فحتى رب بالقرآن يشارك الناس بآلهتهم ويقول ألهوني كيف ألهك في كثير في آلهة وبعدين بتقول ولا تعبدوا الأوثان الرجس من الأوثان. بعدين حسن بس نسمع البقية أكو شيء يا ريت تفكر بي. نعم. لا تنسى تطبيق عملي على أنه الإسلام دين أقصاء البقية الأديان. محمد قتل وغزا والصحابة من بعد موت محمد قتلوا وغزوا كل البلاد ما بقوا 28 ألف معركة من يوم بدر أو من يوم الأبواء أول غزوة لمحمد لغاية غزوة نيويورك 28 ألف غزوة. أخت نوال زين أنا معك أخوي شان ماشي تفضل أخي. نعم. أنا صبري سلام المسيح للجميع. يا أهلا طبعا هو ما فيك واقفة. Yes we're gonna fix it right now. Okay. هو ما فيش شكرا حبيبي. هو ما فيش دين في العالم إلا دين الإسلام لأنه هذا الدين الوحيد الذي يدين كل البشرية. هذا هو الدين الوحيد الذي يضع البشرية كلها في حد الدينونة والذي لا يؤمن به يعتبر يعني يقتل أو يسبى أو يعني يهتك عرضه بأي طريقة من الطرق. فهذا هو الدين الوحيد الذي موجود على وجه الأرض. بينما البوذية والأديان الأخرى هي يعني مع الإنسانية ومع الإنسان ولا أعبد إن شاء الله حتى حجر أهم شيء لا تضربني به مثل ما يقول يعني الحديث. فأهم شيء يعني هذا. أما بالنسبة للموضوع الحلقة أنت تحدثته في أهل سهل اسمي تحدثته في موضوع أنه يعني سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون هذه كلها أخطاء لأنه البلاغة تضرب في هذه السورة. عندما نقول قل يا أيها الكافرون كان يكفي محمد أن يقول قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين تنتهي وهو واضح أنتم تعبدون ما تعبدون وهو يعبد ما يعبد يعني
مش ضروري انه انتم تعبدون ما اعبد وانتم عبدتم ما عبدتم وانتم لا. هذا كله حشو، هذا يضرب البلاغه ويضرب الصوره كامله. كان يكفي ان يقول يا ايها الكافرون لكم دينكم ولي دين والسلام بالعافيه. هذه نقطه. النقطه الاخرى الاخذ لسعد عجزت هو اخ تونسي من الجنوب، وهو فسر لك المي بالمي عندما قلت له يعني لكم دينكم ولي دين بانها منسوخه، يعني نسختها آية التوبة 5 والآية التوبة 29. قال لك لا، بمعنى لكم دينكم ولي دين. في جنبك يعني صوت موسيقى يمكن يا ريت توطيه. اه اوكي حاضر حاضر. صوت أم كلثوم أعتقد. أنا في العمل. إذن لكم دينكم ولي الدين، فسرها أنه بمعنى لكم دينكم ولي الدين، يعني نسالي هي منسوخة بسورة التوبة 5 ونسالي يعني بسورة التوبة 29، وهذا لا يفقه شيء. مثل بقية المسلمين، المسلمون يتبرؤون الآن من هذا الدين ولا يحفظون منه أي شيء، وعلى فكرة يعني هذا الدين راح ينتهي بأي طريقة يعني. يلا أشكركم على المشاركة وسلام المسيح معكم. شكرا لك حبيبي صديقي. جان تحياتي للجميع. أهلا بك طبعا الأخ شان دائما بيركز على مواضيع محددة، فمنلاقي نحن منلاقي نوع الجواب بسؤال، وهذا ما منوصل فيه لهدف. أنا أعتقد للأغلبية من المسلمين بيشوفوا في عندهم حق بهي الآية، ولكن ما بيعرفوا موضوع الناسخ والمنسوخ بالقرآن. موضوع الناسخ والمنسوخ بالقرآن هذا موضوع ليش لحتى ما يتدرس للأطفال من الصغر؟ ليش لحتى ما يكون بالمناهج التعليمية من الصغر؟ ليش لحتى الناس تتعلم على لكم دينكم ولي دين، وتتفاجأ الناس بعد أجيال كبيرة بأنه هي منسوخة وحل محلها آيات كذا وكذا وكذا؟ طيب هي مو سهل الواحد يتفاجأ بدينه أو ينصدم بمعتقد، وبنفس الوقت عم يسمع من خلال هلأ التطور والسوشيال ميديا أنه في معلومات كثير عم تحكي أنه هي عبارة عن شيء منسوخ، ولازم نسمع ونفهم شو هذا الناسخ والمنسوخ. لأني بالنتيجة أي إنسان مسلم من حقه ومن واجبه على نفسه ما يبقى بس بعلامه الشرعي بهذا الشكل، لازم يطور نفسه. فلا، من المفترض يأخذ هذا الكلام ويسأل عليه. راح تصير المفاجآت هون ما بعد السؤال، راح تصير المفاجآت بأنه أشياء بالعقل ما بيستوعبها البني آدم، لا من الناحية الأخلاقية ممكن يستوعبها ولا من الناحية الاجتماعية ممكن يستوعبها. فلحتى ما نطلع من سياق الموضوع، لكم دينكم ولي دين، الأغلبية من أهلنا وحبايبنا وأخوتنا المسلمين بيسمعوا وبيفهموا هاي الآية، ولكن ما بيعرفوا الناسخ والمنسوخ إنه هاي منسوخة بآية السيف أو القتل أعتقد. فهي المداخلة بس حبيت أعملها، وأتمنى من الناس دائما تبحث بالدليل المثبت بالبرهان من خلال الحقائق ومن خلال الكتب والمرجعيات، وبعدين يسألوا المشايخ. يلي عم بيصير دائما المشايخ موجودين وسمعانين وهنن بهذا اللايف، سواء من الأزهر سواء من الخليج إلى آخره، وعم بيشوفوا هذا الكلام. ليش ما بتاخذوا هيك لايف، بتطلعوا بلايف بتناقشوا بعقلية بمنطقية بأدلة ببراهين؟ ليش بس سمع؟ ليش الناس اللي كانت عم تتبعكم وملتزمة فيكم ومصدقتكم، ليش هلأ عم تخزلوها ما عم تردوا عليها؟ ليش ما حتى ما يطلع مثلا شيخ بشخصه باسمه معروف من الأزهر ويقول أنا فلان الفلاني وأنا أرد على الأستاذ الفلان من خلال البرنامج الفلاني؟ في اسم الله ناس أكاديميين وناس محترفين، ليه لحتى بس شاطرين بالسياسة وبالطبخ والشيء يعني بلا 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 إلى آخره؟ ليش هيك مواضيع مصيرية الناس عم توصل لدرجة عتب ولوم، يعني الناس عم توصل لدرجة ضاعت، وبعد ما عم بتضيع عم تروح ردات الفعل تبعتها لاتجاهات أبشع بمليار مرة من الواقع اللي كانوا فيه. لأني مو سهلة، صدقيني مو سهلة، ما بيقبل الواحد على نفسه ينغدر بعلاقة مثلا أو ينغدر ببزنس بشغل أو حدا يقف عليه زي ما منقول بسنت واحد حيتغاز. فما بالك إذا كان حدا هو من داخله حاسس نفسه أنه هو مؤمن وهو عنده ارتباط مع إله، وبالنتيجة في عنده جنة ونار وحرم حاله من كتير شغلات،
ويطلع هذا كله 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 يطلع عبارة عن ولا شيء، يطلع عبارة عن قصة أو يطلع عبارة عن خيال. طبعاً هون ببلش البني آدم المسلم عنده حالتين، يا أما بعتبر الكلام اللي أنا مثلاً هلأ عم بحكيه هو تحريض، هو ما له علاقة بالتحريض أبداً، لأنه هو علاقة بالفكر وإله علاقة بأنه أنا أناقش ما هو مكتوب بداخل النصوص. أنا لا عم بتعدى بالحديث وعم بجيب من نفس القرآن، يعني من فمك ودينك من نفس القرآن. منشوف مرة آيات بتدعي ولا أحلى من هيك، وبتشوفي الدين جميل فيها ولا ألز من هيك، وبتشوفي بطرف آخر لما تقرنية بقوة الإسلام بهذاك الوقت بتلاقي الموجة تغيرت من موجة هادية وحلوة ورائقة لموجة يعني بصعود قاتلوا واقتلوا وا 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 وا. فهذا الموضوع كمان يعني نائض ومنقوض. هذا النائض ومنقوض مستحيل يكون من عند إله بيحب العباد، أنا هيك بشوف بوجهة نظر خاصة باعتقادي بفكري بتفكيري ببحثي. أنا ما زلت أنا أصلي مسلم وما زلت أبحث وأتفاجأ، وكل يوم لسه عم بسمع قصص كثير كبيرة. فلذلك فعلا حق الناس توعى لهالمواضيع. وبرجع بقول شغلة، أتمنى يكون يعني تبلش الناس تعود نفسها على لغة حوار وتفهم إنه في حدا بيختلف عنا يا جماعة بالمعتقد بالسياسة بالحياة، بس مو معناته إنه أنت إذا كنت كمان لازم المسلم يعرف دينه حبيبي. طبعًا جان طبعًا لازم المسلم يبحث ويفهم. ما هذا اللي يعرف دينه. طبعًا ما هذا اللي عم نقوله. ما هو مأمور بأول آية قرآنية اقرأ، مأمور بالقراءة، أمر بالقراءة للتعلم لازم يساوي. بس تضل أنت كشخص مسلم عم تسمع قصص وبرأيك شبهات وتروح تعتمد على الشيخ تبعك ويقول لك لا تقعد مع الكفار لأني الله بشويك. لا يا أخي، هذا عم بيقول لك لا تقعد معهم لحتى لا ينفتح مخك، هذا عم يقول لك لا تقعد معهم لحتى لا يوقف. خلينا نسمع الربع الخالي، أنا طلعته عشان طيب. هو لا صورة ولا شيء، نسمع. تفضل الربع الخالي. الربع الخالي تفضل أخي، تفضل افتح المايك. نعم قبل خير اهلين. يا اهلا بك والله يعطيك العافيه. اذا كان هدف اللايف هو تبيان الحقائق للناس وللبشريه للمسيحيين والاسلام، فلازم تسمعنا وتتعلق على تساؤلنا. نعم خليني ايوه اخي شان، انا عندي معرفه بالديانات السابقه والامور اللي جرى فيها، يعني الله وضحنا سواء بالإنجيل أو موضوعنا اليوم الآية اللي تقول لكم دينكم ولي دين. إيه أنا جاي المسلمين فيها. أنا أقول لك ليش المسلمين صار لهم 1400 سنة قتل سلب نهب، احتلوا بلدان، دمروا حضارات، قتلوا ناس، حلكوا ناس، ما زال القتل مستمر. أنا قصدي على هاي. أيوة لما تقول يا عمي ليش الإجرام، يقول لك لا ولكم دينكم ولي دين واحنا أيوة. حلوين احنا. طب ما هاي يا عمي ما في لكم دينكم ولي دين. فإذا تسمح لي خلينا اللي صار لكم 1400 سنة طيب. يا رجل 28463 غزوة، يعني بالأسبوع عندكم غزوتين من يوم ما بدأ الإسلام لي اليوم. فخلينا نوضح الأمر هاي، بمعنى نحن كبشرية أو أن أنا وأنت وغيرنا كنا نتوقع أن يجي دين مثل ما تفضلت، يعني يكون دين مسالم. ما في شيء، ما في شيء اسمه ديان أساسا. أنت ناقشني بالآية هذه لكم دينكم ولي دين منسوخة ولا شغالة لليوم؟ هاي خلينا نوضح لك، مو أنت تريد أوضح؟ طيب طيب أوكي احنا سمعينك، تفضل خلينا نسمع. طيب الله يخليك يا رب. فنحن حسب كبشرية دوما نتوقع أن يكون دين مثل ما أنتوا تفضلتوا، يكون دين مسالم، يعني ما في قتل ما في اعتداء مثل ما أنتوا تفضلتوا بالآية أنه لكم دينكم ولي دين. فيوم أنا بجي أسقط هالآية هاي على الديانات السابقة فرضا أنه باف كذا النبي يوم الله أرسلهم ورسل الله أرسلهم وما آمنوا بتلك الرسل، الله عاقبهم لأنه ما آمنوا، منها سيدنا نوح سيدنا لوط كذا نبي. فانني نجي له انا يوم بقارن الله عم بيقول الرسول سلام بيقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا استاذ انت تشعبت معناته هون الرحمه. طيب انا انسان يوم مثل ما تفضلتوا انتم هلا انا ما عمد بالاسلام، الاسلام قال لي يا اخي يا بتدفع الجزيه صح ولا لا، ويا بكون بيناتنا حرب.
طب مين من المسيحيين فرض الجزية؟ مين من المسيحيين؟ خليني بس اكمل. هو جاي لك، ما هو هو بيكمل كلامه، هو هترد عليه. خليني جاي لك. ايوه طيب. فالله هون يوم يقول لك انا بعتك رحمة العالمين، حتى هذا الانسان لو ما يؤمن ما راح، انا راح اخر العذاب بقى لليوم القيامة، فما راح ما راح اعذبهم. هي رحمة الرسول او رحمة الدين العالمين. أما الديانات السابقة اللي ما كان يؤمن الله رضي كان يغضب عليهم. فهون الفرق. نحن حتى لو أنت بهالزمان بهالدين هذا ما آمنت، فأنت لك دينك، عمل اللي بدك يا، بس عقوبتك تأجلت للآخرة. وهاي الرحمة هون، وهاي هون الرحمة بقى تبين. يوم الله عم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى حتى لو أنت ما آمنت الله بده يأجل عقوبتك للقيامة. عكس الديانات السابقة والرسل السابقين اللي ما كان يؤمنوا الله رأسه كان يغضب عليهم، ومنهم سيدنا نوح وسيدنا لوط وكذا. ما أريد أذكر قوم سيدنا هذا اللي الله أرسل عليهم ريحا صرصرا فعذبهم. أما الإسلام فأنت ظليت حر، تآمن ما تآمن تبكيفك، تأجل عقوبتك للآخرة. أنا هاي كان مداخلتي، أنا كان مداخلتي وأشكركم. نشكرك للمداخلة أخونا ربع الخالي. الأخ شنت معنا ولا أخذنا الاتصال بي؟ الله يسلمك. طيب أنا أشكرك. عموماً لو الأخ جان أو الأخ، لا أنا معاك بس أريد أسأله. طيب هو معنا لسه، بس يعني بيقول لك ده الموضوع ده بأثر راجعي، يعني بأثر راجعي. لا في آية نزلت بعدين يقول إن الدين، الصوت كويس، في آية نزلت بعدين بيقول إن الدين عند الله هو الإسلام، وبعدين آية بتقول أهو أنا ما بجيب من عندي، من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما عرفنا هذا الله آل عمران 85 وآل عمران 19. من ومن يبتغي غير الإسلام ودينا لعد شلون لكم دينكم وليدي. أنت رجع الكلام أخي، كلامك حلو أخي شانت. الله عليه، الله اللي عليه يبين البشرية، يبين البشرية أخي. هو الله اسمع هل هو الله مشوش؟ لا الله ما عنده ترتيب؟ يعني أنت لو بدك تشتري من تاجر لازم يكون عنده كلمة يحترمها. إذا الله ما بيحترم كلامه وما يحترم وعوده وعهوده، هذا مش الله صار هذا. وين التشويش أخي شانت؟ وين التشويش صار؟ ما هو ألسى المرتد أنت مو تقتله. المرتد قتل المسلمين اللي ارتدوا. طيب صح. مو لليوم تقتلون المرتد. في مجال أوضح هاي؟ أم شو المجال؟ تفضل. شو يعني؟ الله يسلمك يا رب. هلا ما في قتل مرتد يعني. لا في قتل، لا كلامك صحيح 100%، بس خليني اوضح لك سبب القتل. هذا اللي دخل بالاسلام حدا جابره انه يدخل بالاسلام؟ لا باين ارفع ايدك مانديلا. قتل المرتد يعني تقصد؟ ايه قتل المرتد تقصد بيه قتل المرتد. طب هو عموما يعني هو معانا لسه، هو بيقصد بيه قتل المرتد. هذا المرتد هو معلش اعملوا انفايت لمانديلا، اعملوا انفايت لمانديلا لانه هو مسلم سابق يعني. هذا دخل كيف اختي بالاسلام؟ بعد ما دخل الاسلام بده يترتب عليه قوانين الاسلام، لانه ما حد جبره يدخل بالاسلام، بقى يدير بده يطبق عليها القوانين هاي. طيب. احزاب الدنيويه حتى بيطبق هالقوانين. خلاص بقى يا عم ربع الخالي بقى، خلاص بقى. خلاص طيب تفضل. يعني يعني انزل اخي شانت خليك ويانا اسمع. ايه تفضلوا. ايه طب اقول مداخلتي ولا تفضل؟ تفضل قول مداخله حضرتك. طيب. انا بس بحاول اقرا لسه. انا هلاك والدلع حنظله يعني، فعادي يعني اي اسم منه. خدايك اوكي عشان تعرفني. طيب اهلا بيك. ببساطه الله يخليك، ببساطه شديده جدا الموضوع هو في تغيير استراتيجيه. بمعنى إيه؟ كل آيات السلم اللي أنت بتشوفها في القرآن عندما كان محمد غير ممكن، ببساطة شديدة
في السيرة النبوية، سير أعلام النبلاء، قال حاجة في منتهى الخطورة. قال لك أنه كان رسول الله في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم، حطوا تحتها 500 خط، فلم يقبله أحد، ويقولون قوم أعلم به. أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ فكان ذلك مما زخر الله للأنصار. بمعنى إيه؟ أن محمد في الأول حاول يدعو الناس الأغنياء والأشراف واللي هم أسياد القوم، فمحدش عبره، عشان كده كان بيبدأ باللين لأنه كان غير ممكن. محمد يعني زي ما بيقول الشعر تقريبا من عمار بن ياسر، شعر الرسول اسمه إيه؟ مش فاكر اسمه، عمار بن ياسر او حاجه زي كده، مش فاكر. لما بقول لك ان محمد دعا ظهرا بمكه فلم يستجب احد يعني، لكن لما بدا بالسيف كله دخلوا الاسلام افواج. فالراجل غير، قال لك هو نفسه ليه؟ محمد قال لا تسبوا اصحابي، لان اصحابي اسلموا من خوف الله واسلمت الناس من السيف. محمد بالسيف. تمام. عايز اوضح حاجه. فالراجل يعني لما دعا ظهر بمكه ما حدش تبعه غير 70 او 73، فغير استراتيجيته. قال لك طب وانا ليه اصلا ادعو الناس الشرفاء؟ طب ما ندعو اللي هم الصعاليق وقطاعين الطرق والى اخره. لدرجه ان واحد اسمه الاقرع ابن حابس قال له لقد بايعك سراق الحديد، قال له لقد بايعك سراق الحجيج، الناس اللي بتسرق الحجاج. وفي رسالة محمد لصعاليق جبل تهامة، رسالة في منتهى الخطورة لازم كلكم تعرفوها، في هي الرسالة هتلاقوها في الطبقات الكبرى لابن سعد. فكتب لصعاليق جبل تهامة، الصعاليق دول يا أستاذة زي اللي هم قطاعين الطرق مطاريد الجبل عندكم بمصر بالظبط، زي عندنا ذهاب الجبل والحاجات دي. اقول لك كتب لهم مطاريد. مطاريد ايوه بالظبط. فكتب لهم رساله، شوفوا بقى يعني كان ذكي سياسيا ازاي. فكتب لهم رساله قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء. ايه يا عم؟ انهم ان امنوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني لو دخلوا الاسلام، فعبدهم حر ومولاهم محمد. مش بس كده، قال لك ومن كان منهم من قبيلة من كل دين لم يردوا إليه. يعني لو هو واحد في القبيلة عمل مصيبة سودة ما يرجعوش يتحاسب، وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم حلال. تخيلوا، وما كان لهم في دين من ناس، يعني ناس مطلوبين دم وسارقين فلوس قالهم حلال عليكم وأنا بقى منكم، بس عشان واللي قتل واللي عمل عفى الله عن مثال. الناس العاديه مش فاهمه، فانت اشرحها عشان بالظبط. يعني ومن كان من قبيله لم يردوا اليها، يعني لو كان عامل مصيبه سودة في القبيله بتاعته، لان هم بيسموا الخلعاء، يعني تنصلت منه قبيلته وجردته من حق الدم لانه عامل مصيبه في القبيله بتاعته، مفروض يتحاسب لو شافوه. فبيقول لك لا، لم يردوا اليه، وما كان فيهم من دم اصابوه او مال اخذوه فهو لهم، لو هو قاتل قتيل ولا سرق مال حلال. تخيل يعني اسلوب زعيم صعاليق. عشان كده حضرتك هتلاقي كل اسلوب الصعاليق هتلاقيه هو نفسه سلوكهم بعد الاسلام. كانوا بيقطعوا القوافل، بيقطعوا برضو القوافل وهم مسلمين، كانوا بيغزوا عشان النساء والاموال وبيغزوا باسم الاسلام. حتى العقوبات اللي هي يقطع من خلاف الأرجل والأيدي دي عقوبة الصعاليق في الصحراء، ما عندهمش سجون. فخد كل حاجة منهم، عشان كده كثيرون من القادة الإسلاميين كانوا من الصعاليق، زنيم الدؤلي، أبي ذر الغفاري، عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فهو ده اللي أنا عايز، الفكرة اللي أنا وصلها، إنه الناس اللي بتتشدق لكم دينكم ولا دين ده حبيبي عندما كان محمد غير ممكن، لكن لما تمكن آخر وصية لي على فراش الموت لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى إلا مسلما. وقال لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
أني محمد رسول الله وإلى آخره. تفضل. أزيد فضلك بس خليني آيتين أخونا الحبيب ابن البابا كرولوس ذكرهم. المائدة 54 بتقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المفسرين قالوا اللي يرتد يقتل. كمان آية ثانية يلي هي أعتقد بآل عمران، لحظة بس واحدة، أعتقد 217 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل هذا على فكرة حتى الأشهر الحرام لغاها محمد اللي كانوا القرشين يحترمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله. بعدين بيقول: ومن يرتد، الآية طويلة ما بدي أقرأها، يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح جدا. أما كلام هلاك عن الصعاليك، أنت عارفة القريشيين، وهذا مذكور بالسيرة النبوية لابن هشام، قالوا له: إنما اتبعك سراق الحجيج وصعاليك مكة، ما حدا تبعك، كل اللي تبعوك شوية عيال مطلوبة دم. ومحمد زي ما حكى في الرسالة اللي بعثها لهم بيقول لهم إنه كل دم أصابوه أو فلوس سرقوها أو مال أو كذا حلال، يعني إعفاء من طرف، طب الطرف اللي قتلوه واللي سرقوا أمواله ده يعمل إيده؟ ويقول لك الرسول كان عادل والرسول ما فيش زيه، أبو عيون جريئة. طب ما هذا ظلم. تفضل أخي نور الدين. نور الدين تفضل أخي، أنت جاي تعلق على المايك ولا بتاكل المايك؟ خلينا نسمع، يبدو أنه مش عارف. نور أنت علق يا نور. يا نور نور أنت كنت على المايك وحكينا معك، ارفع ايدك عشان نسمعك. نور الدين ابعثوا له دعوة لو سمحت. أوكي. عشان ما يقولوا نزلوا أو شيء. أكيد. لا نور الدين ارفع ايدك، أنت كنت على المايك وبتحكي، ما منتبه أنه أنت على المايك أصلا، بدنا ترفع ايدك لو سمحت. طيب بين ما يرفع ايده يا ريت تبعث له انفايت. بعرف نور الدين حبيبنا، بعرف نور الدين مغربي عابر على فكرة، كان مسلم ترك الإسلام، ارتد عن الإسلام وهداه الله إلى دين الحق. طيب نور الدين أخويا شانت، أنا بس أنا عايز أسألك سؤال. يعني الأخ اللي هو طلع تحت اسم الربع الخالي ده، لما كان بيقول إنه هذه الآية لكم دينكم ولي دين، أسقطت على الديانات اللي هي كانت سابقة للإسلام. لا هو بيقول لك أسقطت عليها. لا ما هو أساساً بيكلم الكفار يلي هم بيعبدون الأصنام. قل يا أيها الكافرون، هذه الآية، مش قل أيها المسيحيون، قل أيها اليهود، ما قال، أو أيها النصارى، ما قال. ما هو ما بيقراش التفسير، ما هي إحنا بيتضح لنا. طيب اسمحي لي، في ناس بتسأل فضل. كيف يكبسون
ويرفعون البث للمئة ألف صورة الأخت نوال بأصبعك بس اكبس عليه، أنا بكبسه وخلال أقل من دقيقة ممكن تعمل 150 لايك، خلال أقل من دقيقة ممكن تعمل 150 لايك، يعني إحنا 500 إحنا ممكن المئة ألف بخمس دقائق نعمل. فكبس عشان ربنا يعطيك حورية بدون مقابل وأخرى مجانية. أو طيب إحنا معنا إيليا أو إيلي أو إلياس. إلياس تفضل. إيلي 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 تفضل أخي. أخي الله تفضل أخي. تفضل احنا سمعينك. تعال معك اخي تفضل. طيب هو يعني لو يحاول يرجع تاني. اوكي ماشي. كريستينا تفضل. السلام عليكم. وعليكم. هذا انت اسمك كريستينا؟ هذه زوجتي. اهلا وسهلا. من اي بلد حضرتك بتحكي؟ من اي بلد؟ من اوروبا. اوكي اهلا بك تفضل. من اوروبا. من تفضل حبيبي. من فرنسا. اهلا بك. اهلا تسلم. من فرنسا؟ لا من بلجيكا. بلجيكا تفضل. من بلجيكا. امبارح واحد تونسي قتل اثنين سويديين ببلجيكا. تفضل. طيب تفضل اخو. بدي أنا أبحث عن الحقيقة، يعني في نظركم وين هي الحقيقة، يعني حقيقة الأديان. إحنا شو رأيك بالآية اللي بنناقشها؟ قضية لكم دينكم ولي دين، اللي المسلمين يتحججون بها علينا، تقولوا ليش تقتل؟ لا لا لا، ده ربنا قال لكم دينكم ولي دين. شو رأيك بيها أنت؟ يعني شكرا شكرا شكرا. بالنسبة للآية دي، هذه الآية تقول يعني لك فكرك ولي فكري، يعني كل إنسان يسير بعقله وبتفكيره، فكل شخص له. بعدين قال أن الدين عند الله الإسلام. يا مانديلا اكبس على علامتين مال التخاطب، اكو علامتين مثل مال تخاطب، اكبس عليها زرقاء وورديه، اكبس عليها وتصرف. تعرف نعم. كلمه اسلام، تعرف كلمه لا اسلام لا. لكم دينكم ولي دين، هذه محمد قالها ايام ما كان في مكه، لما راح للمدينه وعنده سيف قال ان الدين عند الله الاسلام. عندك راي؟ عندي رأي بطبيعة الحال. احنا تعلمنا بال ب... ب... طب انت مسلم اخي؟ انت مسلم؟ اسمح لي بس، انت مسلم؟ انا مسيحي ومسلم. لا لا لا، لا تخلط علينا القضية. ولكن عندي انت مسلم؟ كيف يعني؟ انت هل تتبع الاسلام المسلم القرآن ولا انا إيش؟ اؤمن بعيسى. أنا بعيسى كرسول. ما لنا علاقة بعيسى اللي مذكور بالقرآن، ده واحد ابن منفوخة. أنت حضرتك مسلم وخصيمك النبي يوم القيامة لو تكذب. أنا عارف إنه الكذب حلال عندك بالإسلام. أنت لا 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 يا أخي، أنت تتكلم كأنك أستاذ وأنا تلميذ. خلينا نكون كلنا أستاذ لا تلاميذ. أنت مسلم؟ انت تتكلم معي كاستاذ وانا استاذ، او انا تلميذ وانت تلميذ. طيب لا تتكلم معي كانك انت استاذ وانا تلميذ. اخي هل انت مسلم؟ نعم مسلم. طيب انا بس انصحك تتكلم معي كاستاذ. خلي زوجتك تغطي ظهرك، واذا انت تستخدم حساب زوجتك وظهرها عريان. لا خليها معلش معلش عشان تخلينا بس ان يعني نكون يعني نعرف ان هو ما جاوبش عليك، يعني ما جاوبش ليك عشان انت بتساله هل انت مسلم. هو بيضيع انا عارف، لان هو بيضيع الموضوع. الاخت
على خير كلمة الأخت تتكلم بمستوى وبتواضع. أنا أشعر بذلك. أنت لا أقول عنك بالأمان. حضرتك مسلم قلت نعم. زوجتك ظاهرة عرمين حط صورته. عيب عليك يا أخي. إحنا ما علينا إحنا ما علينا بالأخ والأخ. لا لا أنا مسلم. إحنا ما علينا بالصورة. إحنا ما علينا بالصورة. بس خلي جاوب على السؤال. مش عارف يا بقولنا إن الحياة في أوروبا يعني عملت له فكر مغاير مغاير شوي. انظر انظر الأخت تتكلم بما شاء الله عليها تتكلم بأسلوب جد راقي. أنت كذاب وما تنفعني كذاب وما بتجاوب. أنت حتى مستعر من دينك. هو أولا مش بالصورة دي أخشان. طيب إحنا هنرجع تاني برضو لل يعني خلينا يا أخت نوال هذا طالع يضيع وقت وإحنا وقتنا أوردي خلص باقي لنا 20 دقيقة وأقل حتى. وشوف الأخت وأنت كيف تجاوب والإنارة عندكم عالية والصوت إحنا ما بدنا نضيع وقت. إذا هو يقدر يرد على أسئلتك تاني يتفضل يرجع تاني زي ما حضرتك قلت أخشان. تفضل الضيف التالي اللي عند حضرتك نور نور الدين. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح على الجميع. يا أهلا بك. أهلا بك تفضل. كيفكم شو أخباركم؟ تفضل. بونسوار مدام بونسوار خيه كيفكم إن شاء الله منيح. الله يخليك كويسين بس خلنا نسمع نور الدين لو سمحت بعدين نرجع لك. تفضل نور الدين. مع الأسف المسلمين يعني بصورة الأغلبية إحنا ما نعم لأنه اللي عم هو شخص جاهل يجيب لهم الدليل والبرهان ويناقشك يقول لك اللي فكرتي وإلك فكرتك. إذا فكرتك أنت عم على الجميع يعني واحد من الناس أنا مسلم سابق عبرت إلى الإيمان المسيحي ومن إيران. أهلا بك. أنا حبيب الغالب أنا كنت 20 سنة مسلم صدقوني ولا مرة حسيت بوجود إله وصليت بالما يقارب 3-4000 مرة هاي أنا اللي حاسبهم ما في وجود الله أبدا أبدا ولا بأي صورة ولكن من عبارت إلى إيمان المسيحي أنا أحس بوجود الله بالدقائق وبالثانيات وبالمحبة اللي أشوفها بالشارع ولكن بالإسلام لا بالإسلام إحنا منتظرين إمتى الله بده يعذبنا تعلمنا إنه العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم هاي إنه فعل معك هيك لازم تفعل معه هيك المسلمين أخويا نور الدين إيه اللي خلى الأمر محسوم بالنسبة لك إنك أنت تقتنع إنه ما ينفعش أكمل في هذه العقيدة اللي أنا اتولدت فيها وأقبل المسيح مخلص لحياتي. إيه الأمر اللي حسم الموضوع ده عندك؟ هي مجرد كانت عقيدة طفولية درسون عليها وإنه خطوط الله أو البحث عن الله محدد ما فيك تبحثي عن الله أو بدك تسألي شيخ عن كذا آية بيقول لك إنه ما بيصير وهاي لها تفسيرها الخاص وأنت عم تشرك وكله هو مجرد كذبة يعني هي كلها مجرد كذبة حتى عقيدة ما كان فيه عقيدة كاذبة إنه وين في الله شو هو الله طيب الله بده يعذبنا ليش خلقنا إحنا مشان بده يعذبنا تسألينهم حي الله سؤال ما يردون عليك بالمنطق اللي لازم أنت تقبليه يعني هلا الإنسان كل إنسان عنده منطق وعنده الله معطيه عقل فما في إدراك كله كذب. طب شو النقطة التحول اللي صارت عندك يعني أنا وين قناعتك متى وصلت إنه الإسلام غلط وشو نقطة التحول إنه أنا أجل المسيحية؟ شفت شفت الإسلام إنه كله كذب بكذب ما في القرآن كله تحريض وكله إرهاب وكله قتل ما يدل على محبة إنه الله بيحبنا. بس انه هذا احنا بنعرف انه الله بده ينتقم من عندنا الله بده يعذبنا انا ما بعرف شو اله الاسلام انه بعذابنا هو يرتاح يعني هل هذا الاله ناقص انه يسوي هذا الشيء وبعدين هو ينبسط فينا ولا شو ما في اله ابدا انا ما حسيت بوجود اله
ولكن من آمنت، من آمنت وصارت معي، يعني صارت معي شغلات. أنا نجيت من سجن 26 سنة وكنت مبتعد عن الرب يسوع المسيح، ذاك الابتعاد يعني أنه صارت أنه نكرت، أنه نكرت، بس الرب ما تخلى عني. ونجيت من سجن 25 سنة فاختبرت يسوع المسيح بحياتي. صار معي مشاكل ومرات بتجارب، والحمد لله الرب كان معي. بس إله الإسلام أنا ما اختبرت بشيء، ما حسيت بوجوده لحتى اختبره، هذا الفرق. نعم، الرب يباركك حبيبي ونشكر الله حبيبي ويكمل وياك. شكرا جزيلا. نعمة. طب شو ممكن تشجعنا وتقول لنا شو الأشياء اللي وصلتك المسيحية؟ أوكي نزل هو بعدين ممكن يطلع، تفضلي زينة. مساء الخير، بونسوار مدام، بونسوار خيي. أنا اليوم طلعت حبيت أعطي رأيي إذا ممكن كمواطنة خلقاني بأوروبا وأعتبر حالي سويدية التطبع بس عروقة لبنانية، وبفتخر بهيدا الشيء وتسلمي يا رب. حابة بس أعطي رأيي للمشاهدين وللناس اللي عم تسمعني إنه نحن هون المولودين بأوروبا بغض النظر شو ديننا وبغض النظر نحن بشو من آمن، السويديين ربونا وأنا ربيت بين المسيحية وبعشق شيء اسمه مسيحية من أنا وصغيرة لأنهم تعاملهم كتير طيب وأخلاق جدا عالية. وكمان طبعا أنا طالعة من بيت كمان أكيد تربينا على الأصول وتربينا على الأخلاق، وهذا الشيء يعني ما بغض نظر عنه أبدا. بس أنا كوني مواطنة سويدية يعني تحركت عندي شوي الغيرة وحبيت أعطي رأيي إذا ما في أي إشكال لحضرتكم وكم تسمعوني. أكيد أكيد. اللي أنا بدي أقوله إنه السويد وأوروبا بشكل عام هي بلد لما بدها تجي تحاسب أو تمنع شيء هن بلد مثقف جدا لدرجة يعني هن من بعد ألمانيا بالثقافة، ف يعني من درجة الأولى بالحضارة وبكل شيء. لما بدهم يجوا يعطوا قرار لشغلة تنتهي عن وجه الأرض بشكل عام شو ما كانت الشغلة، هن بيمشوا وراء الفلاسفة وبيمشوا وراء إنه هن يعملوا إبحاث عن الشيء بشكل يعني مثل أينشتاين، يعني بأبعد الحدود ممكن إنهم يعملوها. فهن ما رح يمشوا ورا ناس قلبها زعلان وقلبها مسود من ورا ناس حاملين اسم الإسلام وعم يحكوا باسمه وعم ينشروا الشرور على هيدا الأرض باسم الإسلام. وأنا ما عم بحكي هلأ لأني عم شد مع دين معين، أنا عم بحكي كوني أنا مواطنة سويدية وخلقانة بالسويد. أنا عم بحكي هلأ غصما عني، عم بحكي عم طلع شيء بقلبي غصما عني لأني أنا ربياني بيناتهم وبعرف عقليتهم شو هي وبعرف بأوروبا كيف بيفكروا. أنا حبيت بس ضوي عن هيدا الموضوع لحتى بركي بقدر ضوي لمبة وفيق شيء مثلا بين الناس يلي اخدي فكرة، لأنه الدين بالنهاية معاملة بين البشر، بتعاملني بالطيب بعاملك بالطيب، الدين معاملة، نحن هيك تربينا. في ناس عقيدتها الإسلام بس أولاد أصول، أولاد يعني أصول بكل معنى الكلمة، ما بيعرفوا الحرام، ما بيعرفوا الغلط، ما بيعرفوا قصف الدماء، ما بيعرفوا شيء ضد كلام الله اللي هو بيعني الحب. الله هو يعني حب، ومش كل العالم بتصفق دماء هي تتسمى مسلمة أو تتسمى بأي اسم دين كان على وجه الأرض على فكرة يعني. بس أنا حبيت أعطي رأيي لأني كتير محظوظة من جوا، لأني أنا مني أنا حدا كتير سبور، حدا كتير بحب الموضة، بحترم حالي كأنثى بس بنفس الوقت بحترم ديني كمان. حتى لو أنا مثلا حبيت أني اختلط مع ناس من غير عقيدتي، هذا ما بيعني أنه نحن اليوم لازم نكره بعض ونفيق الكروهية بقلب بعض. أنا مسلمة بس خلقانة ببلد مسيحي
وانا بفتخر بهذا الشيء لانه نحن بلبنان. انا ربيت وتعلمت انه كوني انا يعني كوني انا جذوري لبنانيه, فطول عمرنا بنعرف انه صحيح صارت في حروب بالزمانات يعني ايام سبره وشتيله, بس هذا ما بيعني انه نحن حروب بلبنان. يمكن كنت ما خلقانه ما كنت خلقانة لأني أنا مواليد ال 93 92, فأنا أنا بس بدي أقول لك يا خيي يا عيوني إنه صدقني أوروبا بشكل عام إن متفوقة بالعلم, ولما بدهم يعملوا شغلة ينهوا ما رح يعملوها غير ليبحثوا عنا بأدق التفاصيل المبررة. يعني طيب الكلمة لما بدهم يطلعوها من يا قلب اسمعني, لما بدهم يطلعوا كلمة من كتاب بدهم يبرموها بعقلهم 6000 مرة لحتى يترجموها صح. انت مسلمة, شو رأيك, هل الإسلام احترم بقية الأديان ولا قتل وسلب ونهب واحتل بلدان؟ يعني اذا انا اذا انا 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 شو رايي بالاسلام, انا رايي انه نحن اليوم كمواطنين عربيين بغض النظر شو ديننا, نحن عم نواجه كثير عنصريه. نحن عم نواجه كثير عنصريه. اختي اسمحي لي, انت كيف دخل الاسلام لبنان؟ كيف دخله المسلم؟ كيف صرتي انت لبنانيه مسلمه؟ كيف صرتي انت مسلمه؟ شو كيف أنا صرت مسلمة؟ أنا أهلي لأنهم هن مسلمين أكيد أنا هذا يعني شيء بالوراثة. بالوراثة. طيب كيف الإسلام دخل لبنان أول مرة؟ تعرفي؟ أنا والله ماني قارية تاريخ بهذا الشكل, ماني متعمقة لهذا الشكل. تاريخ بلدي. أنت بدي أسألك سؤال, بدي أقول لك شغلة, بلدان العربية بشكل عام بالتاريخ هي مثل مقسمة ومن زمان كتير. نحن مش هذا موضوعنا, نحن موضوعنا أنك أنت حضرتك أنت خيب الإنسانية, وأنا لحديت هلأ أنا لحديت هاي اللحظة أنا كتير بحترمك وبحترم رأيك, بس أنت لما بدك تطلع تحكي بشكل يعني بيكي انت شو بتحكي, انت بتحكي عن من خلال ضميرك وتربيتك, بس دينك يقول لك لا. انت لما دخلوا المسلمين لبنان قتلوا اهاليك يا مانديلا. معلش اخت نوال مانديلا بدك تطلع في هون تلاقي اذا مش رجلين تلاقي في زي مربعات اثنين تبعت الحديث ازرق واحمر مربعات, تكبس عليهم تاخذ الخيار الاولاني من فوق يا مانديلا. شنطة عايز اسالك سؤال. تفضل. تفتكر الاستاذ اللي كانت بتتكلم لو محمد كان شافها ايامه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان اخذنا كحة لانه معلش هي لا جوزها يعني جوزها. معلش يا اخوة يا جميل, المؤمنة هي إنسانة محترمة وتسمعنا. يا ماشي أنا بقول لك خليني أقول لك حاجة. بس محمد مو محترم. يا أخشط لازم نقر إنه هناك من الإخوة المسلمين هي بتقول أنا خلقانة بالسويد. خلقانة بالسويد بس هي ما بتعرف القرآن يحف على الكراهية والقتل. وده بينطبق على اسمحي لي, هذه كمسلمة هلا لو يجي نجيب شيخ أول مرة يقول أنت كافرة وزنديقة, أنت سافرة, أنت مو محجبة, طلعتي في بث ب 550 واحد, صوتك عورة, أنت ماشية على حل شعرك, أنت لست بمسلمة, وإذا ما بتصلي لازم يقتلوها. أي مسلم أو مسلمة ما بيصلي جواز قتله, هذا هو الإسلام. لا تقعدون تزايدون علينا. طيب. بص يا ممكن أقول حاجة يا أستاذنا؟ تفضل بس عرفنا بحضرتك الأول قبل ما تتكلم. ما أنا هو ده اللي كنت بتكلم. أهلا بيك يا بص يا أستاذنا. يا أهلا بيك يا اللي بص يا أستاذتي الفاضلة. أهلاك وأهلا بيك. أسوأ مكان في الجحيم من وجهة نظري لأمثال هؤلاء. ليه؟ لأن دول بيرقعوا وبيزينوا القبح. دول بقى اللي رفضوا المسيح مع سبق الإصرار والترصد. يعني بدل ما يرقعوا في
في هذا الصوب العفن القديم ويدوروا على الإله الحقيقي؟ لا، بيفضلوا يرقعوا ويجيبوا صوب جديد يرقعوا بالقديم، زي ما المسيح قال في لوقا إنجيل لوقا. ده من وجهة نظر إن الناس دي رفضت المسيح مع سبق الإصرار والترصد. ده مش مثلا زي الحويني وزي الناس دي، لا، ده دول بقى بيرقعوا في القبح وبيطولوا في عمر الشر. يعني حضرتك، عشان احنا بلتقيين بنتعامل مع دول بحزم شوية، لان دول بيطولوا في عمر الشر. شوفي لما الاخوان مسكوا مصر سنة 20 مليون ارتد، لما الدواعش بانوا، لان دول بيقول الاخوان المسلمين مسكوا سنة واحدة، ملايين من المصريين ارتدوا عن الاسلام. يعني شغل ما احنا بمئة سنة عملوا الإخوان بسنة واحدة. تمام. عندنا الحرامية بالعراق، الشيعة الحرامية اللطامة، استلموا السلطة أول سنتين ثلاثة، خلوا المسلمين يكفروا برب الإسلام، مش بالإسلام، حتى رب الإسلام كفروا به. بناء عليه اللي أنا عايز أقوله يا أستاذة، العزيزة، ان الناس اللي زي الحويني وزي اللي بيقول لك عندنا نكاح اطفال، عندنا ارضاع كبيره، دول اللي بيقولوا الاسلام الصحيح، دول في صالحهم. انما اللي بيرقعوا القبح ويزينوا القبح، دول بيزودوا في عمر الشر، بيطولوا في عمره، لانه بقى مرقع ومتلون، وتقدر تعتنق اي حد ويقول لك احنا قدنا قيود، زي ما بيضحكوا على الاوروبيين ويدخلهم الاسلام. فده التعامل يبقى مع دول لازم يبقى نقط. انا فاهمه وجهه نظر حضرتك، انا بشكرك. بالظبط، اوكي. انا بعتبر على فكره كلامك مهم قوي اخويا هولاكو، وانا بعتبر ان دي رساله مباشره، ورساله يعني كانك بتقول للشخص اللي بيتكلم ده يعني فوق او اصحى لنفسك. لكن انا مش بحاول التمس عذر او اي حاجه، لكن لو انتوا تلاحظوا اخويا شانت، لو تلاحظ حضرتك اخ شانت، ان قالت كلمه مهمه قوي، وانا اتمنى انها تكون سمعانه لسه. بتقول انا مهزوزه من جوه، اوكي، انا مهزوزه من الداخل. يعني بالتاكيد كم الصراع اللي بيعيشه هذا الانسان، اخويا هولاك واخويا شانت. تتخيلي شو انا انصحها؟ تتخيلي هلا لو تسمعني، تعرفين بيش انصحها؟ أنصحها تقرأ القرآن، عشان تقرأ وتشوف كمية الإرهاب والإسفاف والسفح والقتل والسلب والنهب واحتقار الآخر وأقصاء الآخر وقتل الآخر. ما هي حماس منظمة إسلامية تمتهن الخط الإسلامي كخط زي الإخوان المسلمين عندكم في مصر. شو سوت حماس؟ نزلت على إسرائيل، على آمنين مدنيين، هم عندهم معاهدة. بس أنا ليش علم حماس؟ محمد بنفسه كان معاهد القريشيين 10 سنين، بالسنة الثانية غدر بيهم وكسر المعاهدة. وإذا تروحي على التاريخ، اسمعيني، على التاريخ الإسلامي العربي، أنطيكي 100 مثل المسلمين كسروا كل المعاهدات. صدام حسين عاهد إيران في بالجزائر على صلح، كسروا بعد 4 سنين من أخذ السلطة. ياسر عرفات عمل صلح مع إسرائيل، كسروا بعد أقل من 3 سنين وعمل مشاكل. إسماعيل هنية حماس عملوا صلح مع إسرائيل وكسروا الصلح أكثر من مرة. هذا ديدن الإسلام من محمد ابن عمنا لليوم. اليوم شوفي العراقيين الشيعة طلعوا 1,000,000 غبي شيعي يناصر أهل غزة. هو هذا العراقي ما عنده شيء بالعراق، عنده تيار الحكمة، عنده التيار الصدري، بس ما عنده تيار كهربائي، ولا عنده ماء، ولا عنده مجاري، ولا عنده كرامة، ولا عنده حياة، ولا عنده مستقبل، ولا عنده مدارس، ولا عنده شيء. ماتوا إخوانه العراقيين في حريق مدبر
في الحمدانية حريق مدبر ضد قرية هذا الغبي اللي حرق القرآن، حرقوا الناس. أنا من يوم اليوم فتحت الفيسبوك، اثنين من المصابين، واحد بتركيا واحد بالعراق، ماتوا اليوم من أيام هم بجروحهم، لكن ماتوا لأنه ما في علاج، ما في فايد، حرقوهم بالفسفور. ما طلع عراقي شيعي من المليون غبي اللي طلعوا حاطين كفنهم عليهم، ما طلع واحد منهم شريف قال اللي عملوه بإخواننا المسيحيين حرام وهذا غلط، ولا واحد طلع قال أيام مداعش اخذوا اليزيديات قالوا خواتنا اليزيديات شرفنا عراقيات. ما في، التاريخ يعيد نفسه يا أخت نوال. المسلمين عندنا بالعراق سنة 41 قتلوا اليهود وسبوا اليهود، اسمها أيام الفرهود. اللي يسمعني يكتب على جوجل صلى الله عليه وسلم أيام الفرهود، راح يلاقي المسلمين بخطبة جمعة التموا، ده لسه ما كانش في الفيسبوك ولا تيك توك، واللموا كلهم على شيء واحد إنه يقتلوا اليهود، وسربوهم نسوانهم وأخذوا أموالهم قبل ما تتأسس إسرائيل بسبع سنين. انتبهي، العلة مش بإسرائيل ولا بأمريكا، العلة بمحمد وبالقرآن. نصيحتي للأخت المتبرجة اللي عاشة بسويد اللبنانية، تقرأ القرآن عشان تشوف البلاوي اللي بالقرآن تقبل بها ولا لا. والأخ اللي كريستينا اللي حاط صورة مرته عريانة، يا ريتك تقرأ القرآن وتقرأ كتبك وتتأكد إنه هي منبع الإرهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نسمع بديده وبعدين أستاذنا ومعلمنا إنشور. تفضلي بغديده دانيال. دانيال تفضل أخي. مرحبا. مرحبا حبيبي. أهلا بك. مرحبا ستي. مرحبا. يا أهلا بك. الله يسلمك. أنت أخ شانت بدأ تحكي حكيك يعني على عين العقل. القرآن يهاجم اليهود، يهاجم أي واحد غير مسلم. عندك سورة التوبة 29 تدعو إلى قتل اليهودي المسيحي الصابئي على أي يعني كان من كان. حتى المسلم يقتل المسلم من ولا أخي. نعم نعم. علي قتل جيش، علي قتل جيش عايش. عندك مليون. يعني عندك الإله، الإله قاتل، الإله سفاح. مثل عندك مثل سورة الجمعة 5، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني مثل هذا يهاجم المسيح، يهاجم اليهودي. يعني مثل تريد هاي الصورة صورها بالعكس على المسلم، يقبل المسلم يكتب بالكتاب المقدس بأن هو يحمل القرآن كمثل الحمار، ما راح يقبلها. فالتعاليم الإسلامية أخي كلها تعاليم شاذة صراحة. أنا من خلفية مسلمة على فكرة، تسمعني؟ سمعينك. هي نعم. أنا من بسمعك خلفية. حبيبي بسمعك. هي أنا من خلفية مسلمة. فقرأت القرآن، إحنا تعلمنا من كان عمرنا 5 سنين إلى 10، تعلمنا على أخذنا الإسلام بالوراثة، يعني بأن هو هذا قرآننا ومقارينا، ولا تسألوا عن أشياء تبدو لكم وتسوءكم. فتعلمنا على هذا الشيء. فمن قرأت القرآن يعني صراحة تفاجأت، فاجأت التعاليم القرآن. يعني أنت عم مرتد ها؟ نعم مرتد داني، من بدل دينه فاقتلوه. فقلت لك يعني صراحة. بس بالتأكيد حضرتك مش بتعيش في وطنك الأصلي. نعم خارج وطني طبعا. خارج وطنك طبعا. من 4 سنين أنا يعني قبلت الرب يسوع إله ومخلص على حياتك، 4 سنين 5 سنين. آمين. ودخلت المسيحية يعني عن طريق الصدفة صراحة، يعني والولد نصحني بان سألني بها بوقتها عن سؤال المحبة، يوجد محبة بالإسلام؟ قلت له طبعا احنا دين محبة، احنا دين سلام. قال لي وين اكو هيك حكي، اتحداك تجيب لي كلمة محبة واحدة بالقرآن. قلت له مستحيل. رحت دخلت دخلت يعني صراحة ما لقيت يعني كلمة واحدة بالقرآن بنت تحب المسلم من غير ما يعمل شيء يعني.
فما لقيت هاي الأشياء كلها. لازم نسوي إن الله يحب اللي يقاتل في سبيله، إن الله يحب المدرم منه، يعني إلا شيء مقابل شيء، ماكو الله يحبك ببلاش. فتفاجأت التعاليم الإسلامية، يعني صراحة تعاليم، يعني التعاليم شيطانية، يعني الإله بالقرآن هو الشيطان الموجود بالكتاب المقدس، يعني نفس التعاليم مالته. أي فال يعني مثلا عندك آخر سورة بالتوبة، هي سورة التوبة آخر سورة بالقرآن، يعني المفروض تكون سورة براءة، إيه المفروض تكون يعني أخير ما يكون يعني الموجود، يعني مثلا هسه عندك السيد المسيح آخر. بالمناسبة أنت ما دام حكيت على التوبة أو البوابة أو البراءة، البوابة، تخيل هذه السورة آخر سورة أخت نوال يقول براءة ما عاد الله والرسول المشركين، الله رجع بكلامه، أي عهد قطعه أي مسامحة خلص. طيب بالآية 5 فاقتلوا المشركين، مو قاتلوا، فاقتلوا. نعم فاقتلوا المشركين يعني حيث وجدتموهم. نعم نعم. وبعدين قاتلوا إذا خفتم عيلة، إذا قال إنما المشركين نجس، إذا خفتم عيلة، أيوة إذا خفتم من الفقر شو بتسووا؟ فرض الجزية على المسيحي واليهودي، يعطوا الجزية عن يدهم صافروا. نعم يعني هسه مثل عندك. أنا أشكرك دانيال بس الوقت، خلينا نسمع آخر نعم. كلمة أقولها هو آخر نعم. آخر شيء للسيد المسيح. نعم. لا لا آخر كلمة للسيد المسيح هو على الصليب قال يا أبتا أغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون، آخر صح. كلمة. ومحمد آخر كلمة إله فأقتل المشرك، أقتل اليهود، أقتل المسيح، أقتل المدر من، أقتل المدر من. لعن آخر كلمة لمحمد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد. وأنا أسأل المسلم، إذا نبينا إحنا كمسيحيين فقط هو المسيح، شلون القبر بناء على الحديث اللي يقول اتخذوا القبور أنبياء مساجد، شلون القبر المسيح؟ واضح هذا الحديث، محمد يأكد على أن المسيح مات وقبر المفروض. يعني أستاذي شورت، سلام المسيح ملك السلام مع الجميع وللأحبة المسلمين، السلام عليكم أختي الفاضلة الغالية، يا رب يباركك يا أخي الحبيب الغالي وأستاذي ومعلمي الأخشان. حبيب لا العفو، أنا أتعلم. يا رب يحفظك ويباركك حبيبي الغالي. على فكرة أخت نوال الأستاذ الشرط أستاذ بكلية الشريعة سابقا، فعلا أنا حسابي كان محظور ولكن ابني عمل حركة مش عارف عمل إيش ورجع لي ما أدري كيف. أهلا وسهلا، ونتمنى في وقت من الأوقات نعرف يعني تفاصيل أكثر عن نقطة التحول و حاضر إزاي قبل ما تقصر. تفضل حضرتك، تفضل في مداخلتك. بخصوص الإسلام وإقصاء الآخرين، يعني الإسلام أساسا يعني منذ قراءة الجملة القرآنية، أنا ما أسميها آيات أسميها جملة قرآنية، تقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا نقطة التحول عند المسلمين، أي شخص لا يقبل بهذا الدين وبهذا المعتقد هو عدو لهم، من هنا بدأت قاتلوا الذين لا يؤمنون واقتلوا المشركين ويعني قالوا عن الجهاد في سبيل الله. يعني تخيل المسلم يعيش طول حياته في عقدة اسمها عقدة الذنب والخوف، كل ما يفعل شيء، أي شيء يصدر على الأرض شيء جديد ما يسأل كيف صنع، وإنما يسأل حلال أم حرام. أول سؤال يسأله هذا حلال ولا حرام. يا رجل مسلسلات كرتونية، يعني أسئلة تطلع على الشيوخ يقول أنا ابني يشوف التلفزيون يشوف مثلا بيكمون حلال ولا حرام. يعني عقدة الذنب والخوف منذ نعومة الأظافر. ثم بعد ذلك يصورون الناس أن هذا الإله صعب ترضيه، إذا فعلت كذا الله يحرقك، الله يعذبك، الله مش عارف إيش، والقبر والشجاع الأقرع والثعبان ومنكر ونكير و و و خوف. يعني فالمسلم يعيش طول حياته في عقدة ذنب وخوف، ثم بعد ذلك كيف تتخلص من هذه العقدة وهذا الذنب وهذا الخوف؟ ممكن الله يغفر لك كل ذنوبك، روح جاهد في سبيل الله، لو مت شهيد
الله يغفر لك كل ذنوبك. فتلاقي المسلم يروح يقاتل ويتمنى الموت عشان الله يغفر له كل ذنوبه. شوف انت اللي راحوا في الجماعة الرايات السود اكثرهم ايش، لو تسأل عنهم اكثرهم مجرمين ترى على فكرة، يعني نعم. اجرام في دمهم، قلوبهم ميتة، فلذلك يروح يعني يذهب للقتال بكلمة الله او بانه يدافع عن الدين وينشر الدين ولإعلاء كلمة الله، وان مت خلاص الله يغفر لي ذنوبي. لذلك في يعني انا قلتها سابقا، يعني قلتها حتى اذكر مرة قلتها في وسط القاعة مع الطلاب، قلت يعني ولكن هذا كان اخر ايامي يعني قبل لا اطلع، قلت كلما بعدنا زمانا عن رسالة محمد اكتشفنا كذبه. واو. وكلما بعدنا زمانا عن السيد المسيح اكتشفنا صدقه وأمانته. لذلك في المسيح عيد العبارة، معلش لو تذكر عيد الجملة الأخيرة دي أنها مهمة قولها. حاضر. كلما بعدنا زمانا عن رسالة محمد أو ادعاء محمد بالرسالة اكتشفنا كذبه، يعني كل ما تزيد الأيام نكتشف أن ما قاله كذب وأن ما أتى به كذب. هي لحقبة زمنية معينة كعصابة، ثم بعد ذلك اندثر، نجد الترقيع هنا وهناك، ثم جاءت الحقبة العباسية وبدأت صياغة التراث الإسلامي. كل الكتب الإسلامية اللي موجودة الآن هي صياغة عباسية في القرن الثاني للهجرة، عصر التدوين، الأئمة وكلهم من العهد العباسي. طيب هناك كان العهد الأموي، أين الكتب؟ أين المؤلفات في العهد الأموي؟ لا يوجد. ولذلك في الكتاب المقدس يقول سيخرجونكم وسيقتلونكم، وكل يعني سيظنون أن كل من يقتلكم أنه يعني يؤدي خدمة لله. فهم لذلك يقتلون باسم الله، يقولون الله أمرنا، نحن ندافع عن الله. فلذلك أقول كلما بعدنا زمانا نعرف صدق المسيح وصدق الرسالة المسيحية أو المعتقد المسيحي، وعندما نبعد زمانا عن محمد وأتباعه منذ 1400 عام كل سنة. ولذلك يمكن الأخ شانت أنا وريتك يعني بعض الكتب اللي عندي مثل فقه العبادات، طبعة الستينات تختلف عن طبعة التسعينات. كل مرة يزيدون الإبهارات تحديث، تعرف إيش يعني لما يعملوا تحديث؟ أنا عندي كتب مصاحف يا رجل، قرآن مختلف، أسماء الصور مختلفة. نعم. عرفت كيف؟ فلذلك يعني يمكن أنا والأخ شانت يمكن نفس الجيل، وتعمقنا أكثر وأكثر. وصلت أنا بالنسبة لي وصلت إلى خلاصة أن الإسلام أو الشخصيات الإسلامية هي كلها عبارة عن شخصيات مخترعة. نعم. شخصيات مخترعة، لا يوجد هناك محمد. يعني بالعقل والمنطق عندما نتكلم عن الحضارة الفرعونية، أليس إلى الآن الحفريات تثبت ذلك؟ نجد يب. نعم. آثار. طيب نعم. مكة الآن اللي موجودة في السعودية، شفت المباني الشاهقة اللي حوالين مكة؟ معقولة ولا أثر؟ ولا أثر من الحفريات؟ هل يعقل هذا؟ طيب أين ولا حبون واحد ولا حبون. أين بيت محمد هناك؟ الحجر، مش كان عنده حجر؟ مش كان متزوج من زوجات كثيرة؟ أين الحجر؟ في المدينة مثلا عندما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، لو تسألي أي مسلم أين قبر محمد الآن؟ في وسط المسجد، وسط مسجد النبوي. الترقيع توسعة، هذا التوسعة الثاني انشرت. أنت العبارة اللي قلتها ذكرتني بعبارة قالها علي الدشتي علي الدشتي نعم، كتاب 23 سنة من حياة الرسول. هذا نعم. عدم الخميني أعدم بهذا. نعم أعدم بسبب هذا الكتاب. هو نعم. قال كل ما ابتعد الزمان والمكان عن محمد نزعوا عنه الصفات الإنسانية وألبسوه صفات إلهية. نعم صدقت. لذلك عندهم يعني شوف الكتب الإسلامية، الكتب الإسلامية، السردية الإسلامية أو كل المؤلفات الإسلامية تجد تعظيم غير طبيعي لشخص محمد. نعم. تعظيم غير طبيعي.
لذلك عندهم شاتم الله ممكن يستتاب، ولكن شاتم محمد لا، يقتل مباشرة، يقتل ولليوم وإلى بكرة وإلى غد. لذلك يعني أي مسلم إذا موجود في الدول الإسلامية إذا بدل أو غير معتقده يخاف طبعا. رقبته تطير يا رجل طبعا. شغل عصابات، حتى الأحكام في زمن محمد وفي زمن الصحابة أو الخلفاء الأحكام كلها تدل على أنه يعني أحكام عصابات مافيا. أنت تدخل معنا أوكي نعطيك ونعطيك ونعطيك، ولكن إذا خرجت شغل المافيات إيش؟ تخرج تقتل مباشرة، ما في واحد اثنين، لأنك أنت عرفت سرنا فلذلك تقتل. وأيضا في عهد النبي أو في عهد محمد كل الأحكام وقتية بنفس اللحظة، سرق تقطع يده، قتل يقتل، ما في سجون والأحكام وقتية. هذا شغل العصابات بالضبط. أنا آسف تكلمت كثير يعني سامحني. لا إطلاقا، أنا بشكر أخونا أو أستاذنا اللي كان معانا دلوقتي أخشان إنشور. إنشور أوكي، أنا بتعود على الأسماء اللي على الفلتوك، هتعود على يعني باختصار أحاول أختصر يعني، لأني تكلمت كثيرا فندمت، أما عن صمتي فلم أندم قط. لا أهلا وسهلا حضرتك، يعني بس الجملة اللي يعني ذكرتها أو التسلسل الفكري اللي حضرتك حطيته قدامنا كلنا وقدام إخوتنا المسلمين، المسلم ينشأ على الحلال والحرام ثم نعم. يعيش في عقدة ذنب وخوف. مستمر نعم. وللتخلص نعم. من كل هذه الحياة اليائسة ما في حل في الآخر إلا الانتحار. الانتحار الجهاد يخبر ذنوب. أنا بشكرك كثير. لذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أول شيء أنفسهم. شفت كيف؟ شفت يعني لو الواحد يتعمق بهذا الكلام، الله محتاج منك تقتل نفسك عشان تنصره منطقيا. اسمع، ممكن أدخل؟ تفضل. ممكن أدخل؟ حضرتك انت تقول يقتل نفسه. العراق كان موجود ومستقر، جو الامريكان وقتلوا شعبه. لا لا لا، قبل الامريكان جو العرب المسلمين قبل 1400 سنه. انت اذا جينا يا اخويا شانت، انا ممكن ارد عليه باختصار. احنا مو باختصار. لا اخويا 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 علي 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 انا اختصر لك. انت عارف ايش مشكلتك اخويا علي؟ انت عارف ايش مشكلتك؟ تقيس الاسلام، يقيس الاسلام ككل حسب بقعه معينه اللي هي العراق. لا، الاسلام مش من العراق على فكره، ولا هي كل الاسلام العراق. انت تكلم مش كنا حروب. لا هذا موضوع سياسي اخويا شان، واحنا حروب ومقتولين بالديون وبالحصار. اجوا الامريكان لانك جبان، لانه صدامك مسلم ما تقدر تثور ضده. وبعدين دقيقه اخت نوال، انا عراقي من حقي اتكلم. اكيد الاسلام، العرب المسلمين داسوا على حضارات الاشوريين، الكلدان، السريان، الفينيقيين، الاقباط، البرابره، الامازيغ، الأمازيغ، على حضارة الفرس. تخيل دول الفرس كان عندهم حضارة يضاهون البيزنطيين ويحاربوهم. اليوم الفارسي يشد وصلة خضرة ويلطع بالقبر الحسين، يلطع. اليوم الإيراني يعبد عمود. عندنا بالعراق عمود كهرباء، ما بي كهرباء، يشدوا له وصل، يقول لك هذا العمود ينطي مراد، يعني يحقق لك امنياتك. هو هذا العمود كهرباء ما بي. حبيبي شانت، حبيبي الغالي شانت، معلش حبيبي شانت. المسلم المشكله، المسلم يقيس المعتقد على البقعه اللي هو عايش فيها، على الارض اللي هو عايش فيها. انت لما اذا عاوز تعرف المعتقد، انت تعال من الاساس، لا تجي على المكان اللي انت عايش فيه. تعال على اساس الاسلام وين. اسمعني ان شورت، البريطانيين دخلوا للعراق بنوا ست جسور بالضبط، ما بنينا مثله، بنوا يعني استعمار بمعنى الكلمه، استعمر يستعمر، بنوا خطوط سكك، محطات قطار،
مطارات للطيارات، بنا كل شيء. العثماني المسلم استعبدنا 500 سنة، يأخذ العراقية المسلمة ويأخذها السبية للخليفة، والعراق المسلم يبرم شواربه بالقهوة بالحرم شواربهم على أساس يعني رجال لبسوا الأعدال لبس النسوان. تدري الأتراك لبسوا العراقيين لبس النسوان، العقال ذات العقال بالتراث العربي لبس النساء، لبسوهم لبس النسوان، واليوم العراقي يفخر بعقاله. وما يقولون العثمانيين كانوا محتلين، يقول لك الخلافة العثمانية. وبئس شعب ذليل خانع ما بي خير لك، خليجون البريطانيين يستعمرونه، الإسرائيليين يستعمرونه، الفرنسيين، الروس، الأوكرانيين، على قل يعطونا كرامة. أنت كعراقي وقت صدام ما عندك كرامة، يجرك من قرونك مثل الثور يوديك للحرب يقتلك. أدب سيزي هسه طالع حاطل شعار جمهورية العراق جاي يتكلم، بيقول لك معلش معلش، بيقول لك معلش، وهو غالبا عراقي مثلك. انا لا هو لا لا عراقي، لا لا هو من الخليج، هو من الخليج، هو عالم من الاسلام. وهذا صدام اللي يفتخرون به، ما هو غزا الكويت وغزا السعوديه. انت تعرفين احنا وصلنا للتنومه، وصلنا للمخفر السعودي لما شاف الجيش العراقي الخفجي، الخفجي العفو، قال اوقف يا جماعه ترى فتنا السعوديه، ارجع ارجعوا ترى فتنا، رجعوه صح، فاتوا للسعوديه. هذا صدام اللي يفتخرون به قتل الملايين، 3 مليون ايراني وعراقي ماتوا، 500,000 معاق بلا ايد بلا رجل. هذول اللي يطلع يتكلم لك عن العراق وامريكا غزت، وامريكا امريكا كانت تريد تسوي لك كليات، بس انت انت تحب الطين، تحب مدارس الطين، مدارسكم ما عندكم كهرباء، ما عندكم مي، ما عندكم مدارس، يخرب بيتكم. طالعين على مود الغزاوي، الغزاوي عايش بعمارات وعنده مدارس احسن منك. انا عارفه ان قلبك محروق على بلدك اخ طبعاً. طبعا يحرق في عرس، يحرقون المسيحيين في عرس، هذول هذول المسلمين القتلة. شدرني اقول لك سبوا اليزيديات، ولا مسلم عراقي عنده شوارب قال العراقيين. انا رسالتي للعراقيين المسلمين، احلق شواربك لان انت ما تستاهل شواربك، وعلش تحرق شواربك، ما محمد قال لك احلق شواربك، سواكم نسوان، محمد سواكم نسوان. أخ شانت معلش، أنا عارفة مدى يعني يا ستي من يوم الناس اليوم يعني المسيحيين يهددون في كل مكان، وين مسيحيين الجنوب، مسيحيين البصرة، العمارة، طيب عموماً الناصرية. طيب أنا أستاذنكم أختي الغالية، يا ربي بارك، شكرا جزيلا على مدخلتك، بالرحب بك باستمرار معنا. السلام عليكم، شكرا شكرا جزيلا، شرفنا بوجود حضرتك، بنرحب بيك في كل حلقه، واحنا تشرفنا بيك النهارده، شكرا. نورتنا يا استاذ الشرط. طيب اخونا جان، طيب جان يا مجال له لك، ولاني كان موجود ونزل، تفضل اخي هولاكو. طيب العزيز. طيب اوكي اخونا هولاكو، يبدو انه هو بعيد عن الميكروفون، يبدو أنه هو بعيد عن الميكروفون. طب أنا هدي المايك ليك عشان تشوف ضيوفك، علشان إحنا تجاوزنا الوقت. حبيبي يا جان، حبيبي إحنا أعتقد الوقت انتهى. أوكي. وزاد أصلاً. وزاد. كما تكون بخير. حنزل. طيب أنا أشكر يا جماعة كل الأخوة اللي بالبث، كان قبل شوية 900. رجاءً ضيفوا قناة الآرامية الأي بي إن سات، علشان لما نفتح ما نحتاج نعمل شير ودعوات، الكل يجي. ومن نضيف القناة روح على الجرس، اكبس على الجرس واعمل بالعربي كل، او كلمة all بالانجليزي، حتى كل ما القناة تفتح
يجيك إشعار إنه قناة الآرامية فتحت حتى ندخل ونبدي الخدمة من وقت. أنا أشكرك أخت نوال، وبس أحب أقول لك شيء وأقول أخويا المسلم، لكم دينكم ولي دين، الله أكبر مسحها لغاها، كلمة منسوخة أي لغاها، الله رجع بكلامه. أنا أشكرك، الرب يبارك. أنا بشكرك وأتمنى، ويعني إحنا من يعني هدف البرامج مع حضرتك أخشان إنه كمل بحث وسهر الليالي والعثور على الدليل والبرهان اللي بتقدمه للأخوك وأختك اللي بيتابعوك، ده يعني ناتج عن إن محبتك أولاً وأخيراً، وأنت عارف إن في نفوس بتضيع وبتهلك زي ما أخونا هولاكو كلم أختنا اللي من السويد، وهو برضو من قلبه لأنه خايف عليها وعلى أبديتها، لأنه محدش بيفكر إنه حياتي هنا مصير هتخلص. هتخلص هتخلص، دي المشكلة، إنه محدش عارف إنها هتخلص، حياتنا هتخلص على الأرض، محدش بيفكر بعد كده هعمل إيه. ومع هذا يعني أنا بشكرك أخويا شانت، وعارفة إنه مجهودك ده من خليني استعمل التعبير ده، من حرقة قلبك على إخواتك اللي ضايعين في كل، وكمان على المسلمين. هو أنا المسلم العراقي اللي صار له 1400 سنة، مع ذلك المسلمين كانوا مسيحيين بالسيف جبروهم، الجبوري والدليني، هذول ناس قبل 500 سنة الجبور سموا نفسهم جبور لأن جبروا على الإسلام. أنا من كنت صغير في فلاح ببيتنا يجي يقص الحشيش إنه يقلم الحديقة، على إيده صليب بالحلة، شفت بعيوني، مش واحد حكالي، امرأة من الحلة بتعجن العجين، بتعمل صليب بس تخلص العجين. أنا بشكرك أخت نوال، شكرا جزيلا، وشكرا لكل متابعينا، كل الإخوة اللي طلعوا شاركوا معنا النهاردة، وإن شاء الله لو أبقى أعطانا الله عمر نلتقيكم في حلقة قادمة مع الأخ شانت ومع برنامج خدعوك فقالوا لك على قناة الأرامية. نلتقيكم ونترككم في ملء البركة. شكرا.